أنا بعرفه من حوالي 20 سنة بنفس الشعبة ونفس القسم في كلية الطب في الجامعة الأردنية. ما شفنا منه إلا كل إشي طيب، علميا وأدبيا واجتماعيا. رجل خلوق، أستاذ كريم، محبوب من الطلاب بشكل وسيع، كمان محبوب من كل الطاقم اللي بداوم بالقسم تبعنا ومن أعضاء الهيئة التدريسية. نشيط جدا في نشاطاته التدريسية، ملتزم بالمحاضرات بشكل فوق العادي، كمان عنده اهتمام بالطلبة، الطلبة دائما بيراجعوه، بيحصلوا على معلومات، بيبحثوا، بيناقشوا. بالإضافة لذلك كمان هو عنده نشاط هائل في البحث العلمي، وعنده عدد كبير، لا أذكر العدد بالضبط، لكن عنده عدد كبير من المقالات والأبحاث المنشورة في يعني مجلات عالمية ومعتبرة. عاصم يجعلك تتفائل دائما في الحياة ويعطي للحياة نكهة ومعنى. عاصم من أصدق ما عرفت ومن أخلص ما عرفت للصداقة وللواجب وللمهنة. كثيرا ما أعلل ذلك بأنه درس في ألمانيا، لكن هو بطبيعته وبتربيته المقدسية هو كذلك. طبعا في أشياء لا يساوم عليها عاصم الشابي، وهي الصدق في المعاملة والتفاني. وربما يجدر بنا أن نذكر هنا كيف أنه في سنتين الماضيتين عبر عن أكبر قدر من التفاني، وهو بجانب زوجته التي كانت مريضة، ولم يترك أمرا دون أن يطرقه في سبيلي على أمل أن تشفى من مرضها. وهو دائما يخلص لكل من يعرف حبي وإعجابي وتقديري لعاصم الشابي، فلم أرى غير هذا التقديم المتواضع في هذا الكتاب الذي كتبته وعنوانه أفاق الرواية. فكما ترون إلى عاصم الشابي، لست أدري هل هو يتذكر هذا الإهداء، بس يعني هذا أقصى ما استطعت أن أقدم لعاصم الشابي الذي يستطيع أكثر منه.